أفاق سكان العاصمة السودانية الخرطوم صباح 30 يونيو حزيران 1989 على انعطافة جديدة في تاريخ بلادهم، بعد أن أعلنت مجموعة غير معروفة من الضباط استيلاءها على السلطة. لم يكن هذا هو الانقلاب العسكري الأول الذي تشهده الخرطوم، فقد حكم العسكريون السودان منذ استقلاله فترات أطول من الحكم المدني. ولم يكن كذلك مفاجئاً، فقد عجت الخرطوم طوال الشهور التي سبقته بشائعات انقلاب عسكري وشيك. ولكن الحقيقة أن انقلاب 1989 كان انقلاباً من نوع آخر. كان هذا أول انقلاب عسكري في أي بلد عربي أو إسلامي يخطط له ضباط إسلاميون وينجحون به في الاستيلاء على الدولة والحكم. قواتكم المسلحة تدعوكم أيها المواطنين، أيها المواطنون الشرفاء، للالتفاف حول رايتها القومية. القائد المعلن للانقلاب كان ضابطا من الصف الثاني، هو عمر حسن البشير، وهو من أصبح رئيسا للمجلس العسكري الذي تولى حكم البلاد. أما الزعيم الفعلي للنظام الجديد ملهم الضباط الانقلابيين ومرجعهم فهو الدكتور حسن عبد الله الترابي، أحد أبرز المفكرين الإسلاميين المعاصرين والأمين العام للجبهة الإسلامية القومية في السودان. خلف الانقلاب ثمة قصة طويلة من تاريخ التيار الإسلامي ومحاولته استيعاب متغيرات السياسة والاجتماع في بلد متعدد الأعراق والطوائف. وبعد الانقلاب ولدت قصة أخرى من الأزمة والاضطراب الداخليين. إذا نظرنا إلى علاقة الإسلام بالسودان فيجب أن نعود إلى الوراء قليلا، قبل الفترة الاستعمارية، الدولة السنارية وعدد من الممالك والسلطنات الأخرى التي حكمت في السودان بالنظام الإسلامي أو حاولت تطبيق النظام الإسلامي وتعريف الدولة السودانية باعتبارها دولة إسلامية، سبقت بكثير الفترة الاستعمارية. الإسلام الصوفي هو الذي لعب دورا كبيرا ومقدرا في تاريخ السودان، ولكن الإسلام السياسي أتى متأخرا حتى بداية الخمسينيات، فلذلك من الضروري أن نميز تمييزا كاملا بين الأحزاب السودانية الدينية التي ارتكزت على الصوفية مثل الختمية والأنصار وأحزابهم اللي هو حزب الأمة والاتحاد الديمقراطي، وبين حركة الأخوان المسلمين التي بدأت مطلع الخمسينيات. السفور الذي برزت به الحركة اليسارية، الأفكار الماركسية المادية للحادية، بعض الإشارات إلى تباين أخلاقي مع تقاليد المجتمع السوداني، استفزت مجموعة من الإسلاميين لتكوين نواة طلابية لحركة إسلامية لم تكن تعي أنها حركة إسلامية ذات رسالة وأنها موصولة بالعالم الإسلامي، ولكنها كانت تريد أن تتميز في وجه هذا المد المادي اليساري الماركسي. والطريف أنهم كانوا يبحثون عن أدب فوجدوا صفحة واحدة من كتاب حياة محمد لهيكل، واستعملت هذه الصفحة الواحدة كمنشور مثل الأساس الفكري لهذه الحركة أول الأمر. أصبح السودان جمهورية مستقلة في 1956، وقد برزت منذ الاستقلال ثلاث قوى تقاسمت الحكم: حزب الأمة المستند إلى الطريقة المهدية، والحزب الاتحادي المعبر عن الطريقة الختمية، والجيش. في نوفمبر تشرين الثاني 1958 وصلت التجربة الديمقراطية الأولى إلى منتهاها باستيلاء الجنرال إبراهيم عبود على الحكم. خلال السنوات القليلة التالية امتنع الإخوان عن ممارسة أي نشاط سياسي، بينما كان النظام العسكري يزداد تحللا. الأخوان المسلمون السودانيون كانوا يتطلعون لدور أشبه بجماعة الضغط أكثر من حزب يمكن أن يقود البلاد، لأن الأحزاب التقليدية التي انتمت إلى الطوائف الدينية التقليدية كانت قوية جدا،
وكان كل عضو في الحركة الإسلامية أو في الأحزاب غير التقليدية الأخرى مثل التيار الماركس مثل الحزب الشيوعي لابد أن يكون والده ختميا أو أنصاريا، وهذا التيار الإسلامي كذلك انبثق من هذين التيارين وشق تيارا ثالثا بينهما، لكنه كان تيارا محدودا جدا وصغيرا، وكانت غاية طموحاته أن يكون كما قلت مجموعة ضغط تؤثر نحو دفع النظام إلى تبني الإسلام في الحياة العامة شعار عام مثل الدستور الإسلامي. وفي 1962 تدفقت إلى جسم الجماعة دماء جديدة بعودة حسن الترابي من الخارج. الترابي أدخل مدرسة جديدة في الحركة الإسلامية السودانية عرفت فيما بعد بمدرسة العمل العام، وكانت تقابلها مدرسة أخرى عرفت كذلك مجازا بمدرسة التربية. مدرسة التربية كانت تميل إلى أن تربي الفرد داخل أطر التقليدية للحركة، الأسر الخاصة والفرق الجوالة، وكذلك تريد أن تنتقي صف خالص ومبرأ من كل شيء ومتعلم في إطار الحركة ومحصور بأدبها وكذا. الترابي كان يميل إلى أن شعار الإسلام الذي يريد أن يدخل الإسلام إلى الحياة العامة هذا شعار يتفق فيه كثير من السودانيين لا تختص به الحركة. الصعود أساسا عاد إلى أنه يعني ساهم في تفجير ثورة أكتوبر 1964 ضد العسكر. السبب في ذلك كان أنه حرب الجنوب في ذاك الوقت كانت وصلت إلى مرحلة حرجة جدا وتدهورت الأوضاع في الجنوب، فقبلت الحكومة العسكرية بأنها تفتح الحوار حول سياستها في الجنوب، كأنها كانت تريد إلى حد ما أن تتنصل من المسؤولية وتحمل المسؤولية للعامة. الترابي كان تحدث في أول ندوة عن مشكلة الجنوب، فأشار إلى أن هذه المشكلة هي في حقيقة الأمر هي مشكلة دستورية تتعلق بالحريات وبأنه في نظام عسكري، وأنه ما لم يسقط النظام العسكري لن تتحل قضية الجنوب. وصلت الأوضاع في البلاد درجة بالغة من التدهور في 1963. كان نظام عبود يخوض حربا خاسرة وباهظة التكاليف ضد المتمردين الجنوبيين، وامتلأت البلاد بالمنشورات الداعية إلى التخلص من الحكم العسكري. في 30 أكتوبر تشرين أول انهار الحكم العسكري وسلمت السلطة لحكومة ائتلافية برئاسة خاتم الخليفة. اللي هو ده كان أنا أعتقد أول شكل يعني في العالم العربي والإسلامي إنه من خلال إضراب سياسي وعصيان مدني يسقط نظام عسكري. يعني فلذلك الجو العام من خلاله ارتفعت أسهم الترابي من خلاله، وانعكست يعني هذه أو هذا الارتفاع في انه في انتخابات الخريجين، رغم أن الشيوعيين اكتسحوا انتخابات الخريجين من 11 نائب من 15، ولكن الترابي كان الأعلى أصواتا، لم تعطى له هذه الأصوات لأنه إسلاميين الناس اللي أعطوا الأصوات، أعطوها له لأنه اعتبروا أنه كان له دور في ثورة أكتوبر. وسرعان ما انتخب مجلس شورى الإخوان الترابي سكرتيرا عاما للجماعة في نهاية نوفمبر تشرين الثاني. خاضت الجماعة انتخابات إبريل نيسان 1965 بقيادة زعيمها الشاب تحت اسم جبهة الميثاق الإسلامي. لم تحصل جبهة الميثاق إلا على 5% من أصوات الناخبين، أهلتها للفوز بـ7 فقط من مقاعد البرلمان. جبهة الميثاق الإسلامي هي نقطة تحول كبيرة في تاريخ الحركة الإسلامية السودانية، لأن العمل الإسلامي العام على امتداد ساحة العالم العربي مثلا لم يشهد قيام جبهة إسلامية بهذا المستوى، ولكن الفكرة جاءت منذ عام 1962 من أطروحات الشيخ حسن الترابي أن الشعار الإسلامي العام إسلام الحياة العامة يتفق عليه كثير من السودانيين خارج إطار صف الحركة الملتزم المحدود، وفعلا هذا الذي حدث عندما طرح شعار دستور إسلام يتواثق عليه الناس، انحاز إلى صف الحركة كثير من قادة الطرق الصوفية وكثير حتى من أعضاء الأحزاب
الذين رأوا في هذا الشعار الإسلامي تلبية لحلم ولطموح. برنامج الجبهة كان هو الدستور، يعني الدستور الإسلامي، يعني لخص في أنه إقامة الدستور الإسلامي وحكم إسلامي. كانت يعني حددت أيضا أشياء عمومية لم تحدد بالتحديد، بس الفكرة العامة أنه إنشاء دستور إسلامي ودولة إسلامية. في وسط عجز القوى الحزبية التقليدية مرة أخرى عن إدارة الدولة وتحول العملية الديمقراطية إلى حالة من الفوضى، شهد السودان انقلابا عسكريا جديدا. في مايو أيار 1969 استولى الضابط جعفر النميري في تحالف مع عدد من الضباط الشيوعيين على السلطة. دعمت قيادات الأحزاب التقليدية الانقلاب بحذر، ولكنها سرعان ما تحولت إلى المعارضة عندما اتضحت نوايا النميري في احتكار السلطة وإقامة نظام عسكري. تعامل نظام النميري بعداء سافر مع الإخوان، وقد بادله الإخوان العداء متهمينه بمحاولة تحويل السودان إلى بلد شيوعي. نميري عندما جاء إلى الحكم جاء مدعوما من قبل الشيوعيين، والشيوعيين كانوا يظنون أن مرحلة نميري هي مرحلة تثبيت الحكم، ثم يسيطر الشيوعيون سيطرة كاملة على مقاليد الحكم، والنميري يذهب مثل ما ذهب البكر أو مثل ما ذهب مع نجيب أو غيره. لكن نميري واضح أنه هو نفسه شعر بهذه المسألة، ونجح في أن يتغدى بالشيوعيين قبل أن يتعشوا به. ولذلك السنة الأولى بالنسبة لنظام نميري كان حرب بين النظام المسيطر عليه من قبل الشيوعيين وبين الحركة الإسلامية في الأساس. فكان طبيعيا أن تطرح فكرة الجبهة من جديد، ليس جبهة ميثاق إسلامي ولكن جبهة وطنية كان دستورها يتحدث عن أن المرحلة التالية لسقوط النميري سيقوم فيها حكم فيه جبهة كذلك متوافق على نظام إسلامي، وهذا هو السبب في أن الجبهة الوطنية إلى أن حلت تقريبا عمليا بعد المصالحة الوطنية لم ينضم إليها الحزب الشيوعي، حتى بعد أن فاصل الحزب الشيوعي النميري وذبح النميري قادة الحزب الشيوعي. فكانت كذلك فكرة الجبهة الوطنية هي مختبر جديد للقاء الحركة الإسلامية بالأحزاب التقليدية، لا سيما الاتحاد الديمقراطي الذي يقوم على قاعدة الختمية، والحزب الأمة الذي يقوم على قاعدة الأنصار والحركة الإسلامية. هذا الكيان الثلاثي مثل الجبهة الوطنية ومثل مرحلة كان يمكن جدا أن تنقذ السودان فيما بعد. دخلت قيادة الجبهة مباحثات مصالحة مع النميري، وبالرغم من اتفاق أطراف الجبهة الثلاثة مع النميري، فإن الصادق المهدي زعيم حزب الأمة والشريف الهندي الزعيم الاتحادي الديمقراطي تراجع عن الاتفاق، ولم يبق في إطار المصالحة إلا الإخوان الذين قبلوا بحل أنفسهم والانضواء تحت لواء الاتحاد الاشتراكي حزب نظام النميري الوحيد. هذه هي البراغماتية أو النفعية العملية. الترابي كان طوال زي ما قلت لك من البداية، يعني حتى انقلاب الرشيد الطاهر هو في بعض المجموعات من الإسلامويين ما عندهم أبدا ثقة في إمكانية أن يصلوا إلى السلطة من خلال الانتخابات. لذلك كان بيعتقد الترابي أنه يستطيع من خلال التسلل للاتحاد الاشتراكي وهو الأكثر تنظيما أنه يعمل نوع من الغلبة داخل الاتحاد الاشتراكي، وأخذ وزارات مهمة بالمناسبة الترابي، يعني وزارة الداخلية كانت عند أحمد عبد الرحمن اللي هو من القيادات الحركة. فكانت خطة الترابي واضحة أنه يقبل أي شيء من أجل أنه النميري يعطيه الفرصة للمشاركة. فكان هدف الحركة الإسلامية واضحا جدا من المصالحة الوطنية أن تشارك بقيادتها مهما كلفها ذلك من سمعة سيئة أو دهشة غمرت الساحة الإسلامية العالمية نحو مشاركة نظام ديكتاتوري مثل نظام النميري. كان الهم هو أن تنتشر قاعدة الحركة الإسلامية، وهذا الذي حدث. في العام الأول للجبهة للمصالحة الوطنية تضاعفت عضوية الحركة إلى 10 أضعاف، ثم امتد هذا التضاعف إلى أن أدى إلى أن أصبحت الحركة الإسلامية هي تيار رئيسي يكاد يلامس التيارين التقليديين في تاريخ السودان.
أصبح الترابي عضواً في المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي، أعلى سلطة في الحزب، كما تولى منصب النائب العام. وفي سبتمبر أيلول 1983 أعلن النميري في انقلاب شهير له عدداً من القوانين الهادفة إلى أسلمة الحكم في السودان. النميري في تلك الفترة فقد كل القوى السياسية التي كانت حوله، سواء كانت هذه القوى حزب الأمة خرج من المصالحة، الحزب الشيوعي أصبح في عداء مستحكم مع الرئيس نميري، القوى السياسية بدأت تنفض من حوله، كان تبقى له الحركة الإسلامية هي التي ظلت مستمرة في هذه المصالحة. وبالتالي أراد النميري أن يزايد في شعبيته، أو أن أولا يحتفظ بالحركة الإسلامية لأنه طرح هذا البرنامج، وفي نفس الوقت طالما أن هذا البرنامج يجد قبولا شعبيا فلماذا لا يزايد هو أيضا من خلال هذا البرنامج في شعبية الحركة الإسلامية التي بدأت تتسع وتمتد. بالرغم من مشروع الأسلمة، كان نظام النميري في 1985 قد وصل إلى نهاية الطريق. عانى السودان من المجاعة والجفاف، بينما استنزفت الدولة في الحرب المشتعلة من جديد في الجنوب والانتشار الفادح للفساد في دوائر الحكم في الشمال. العلاقة انتهت قبل ثورة نيسان أبريل 85 بشهور بسيطة، يعني يمكن في شباط فبراير وفي آذار مارس النميري انقلب على مجموعة الترابي. هما فعلا في الفترة الأخيرة عندما طلعت بعض المذكرات ابتدوا يعني يطلعوا بعض المعلومات انه كانوا يخططون للقضاء على النميري، لانه النميري لم يكن يعني لديه اي مؤيدين في تلك الفترة. وربما قدم النميري بانقلابه على الترابي والإخوان أكبر خدمة لهم، فعندما أسقطت الثورة الشعبية حكم النميري كان الترابي قابعا في السجن، واعتبر الإخوان بالتالي في صف ضحايا النظام بعد أن كانوا إلى وقت قريب يعدون بين حلفائه. وعندما سقط النظام لم يجد من يخرج لكي يدافع عنه، وكان أصبح مكروها لدى الشعب. وهنا الحركة الإسلامية وجدت فرصة في أن تتمدد وأن تستفيد أيضا من خلال مشاركتها في الحكم، وأن تتعرف على دواخل وبواطن وأسرار الحكم، الأمر الذي مكنها من أن تتمدد في القوات المسلحة وتتمدد في الأجهزة الأمنية وتتمدد في الأوساط الطلابية والنقابية، وتهيئ نفسها بأن يكون لديها كوادر في كل التخصصات المهنية مثل الأطباء والمهندسين وإلى آخره. وبالتالي في تقديري أن تجربة المصالحة كانت بالنسبة للحركة الإسلامية فتحا كبيرا. في العام التالي لإطاحة نظام النميري خطى الترابي خطوة جديدة في تأسيس الجبهة الإسلامية القومية. أراد الترابي من تشكيل الجبهة الإسلامية القومية التخلص نهائيا من التنظيم الإسلامي المغلق وإحساسه التقليدي بأنه الممثل الوحيد للإسلام في المجتمع. وخلال فترة قصيرة نجح في توسيع نطاق الجبهة لتشمل قوى صوفية وإسلاميين مستقلين وزعماء قبليين. أصبح التيار الإسلامي السياسي في السودان لأول مرة منذ الاستقلال تياراً شعبياً. وقد اتضح هذا التطور النوعي في نتائج الانتخابات الوحيدة التي عقدت بعد سقوط حكم النميري، التي فازت فيها الجبهة الإسلامية القومية بواحد وخمسين مقعدا. الحركة الإسلامية اعتبرت المشاركة في الديمقراطية الثالثة أيضا مرحلة، ولكن الهدف الاستراتيجي للحركة طبعا كان هو الوصول للحكم، التمكن من الدولة لاستخدامها كأداة لتنفيذ المشروع الإسلامي، بمعنى آخر إنزال المشروع الإسلامي إلى أرض الواقع في كافة جوانب الحياة سواء كانت اقتصادية أو سياسية أو مهنية. كان
أمامنا ثلاثة خيارات لهذا. الخيار الأول والمفضل كان هو أن يتم التغيير عبر الانتخابات، وأن تأتي الحركة إلى الحكم مباشرة عبر الشرعية الدستورية، وهذا هو الطبيعي وهذا هو الأفضل وهذا هو النموذج الذي الإسلامي والذي تؤمن به الحركة. الحكومة في الديمقراطية الثالثة يفترض فعلا فيها أن تكون، أو كنا نفترض ونتوقع أن تكون حكومة قوية تحل مشكلة الجنوب وتضع دستور دائم وتحل مشكلة التنمية بالنسبة للسودان. يعني للأسف السيد الصادق المهدي كان مترددا ولم يكن في حجم المرحلة الحكم في هذه، فلذلك لو لاحظت الوزارات اللي تغيرت بأعداد كبيرة جدا ويظل هو باقيا، يعني ده الشيء الغريب اللي كان، فلذلك لم يكن هنالك أي شكل من أشكال الاستقرار. الترابي يفهم شخصية الصادق المهدي جيدا، يعرف فيه التردد ويعرف فيه عدم الحسم والجوانب دي، لذلك كان يضغط باستمرار في هذا الاتجاه، والصادق لم يكن قادرا على أن يحسم أمره. عندما نجح الضباط الإسلاميون في السيطرة على الحكم في نهاية يونيو حزيران 1989، لم يكن معروفاً لا داخل السودان ولا خارجه أن لهم علاقة ما بالجبهة الإسلامية القومية. ونظراً لأن عمر البشير قائد الانقلاب ينتمي لأسرة معروفة بولائها للطريقة الختمية، فقد ظن كثيرون أن الانقلابيين مرتبطون بالقاهرة. أولا، اعتقال الدكتور الترابي 6 شهور الأولى للانقلاب كانت واحدة من العوامل الهامة جدا التي أبعدت شبهة ارتباط الانقلابيين بالحركة الإسلامية، وكذلك عدم وجود كوادر ظاهرة من الإسلاميين في مفاصل السلطة المختلفة أيضا أبعد كثير من الشبهات، لأنه ليس فقط الدكتور الترابي الذي كان معتقلا وإنما عدد آخر من القيادات المعروفة. اعتقالات نفسها احترفوا بها أخيرا. الترابي قال أنا أذهب إلى السجن والبشير يذهب إلى القصر، يعني كان واضح. وما ظهرت في البداية شخصيات واضحة للجبهة، يعني علي عثمان، محمد طه ما كان بعيدا، مع انه هو اللي كان بيكون الوزارات وكان هو اللي بيعمل القوائم وكذا. اطلق الانقلابيون على حكمهم اسم ثورة الانقاذ، قاصدين بذلك انهم بصدد انقاذ السودان من الفوضى والفساد وخطر الحرب الاهلية الدائرة في الجنوب. حل الانقلابيون البرلمان والاحزاب جميعا، بينما اعطيت السلطات التشريعية للمجلس العسكري. وقد حافظ الانقلابيون على صلة وثيقة بقيادات الجبهة القومية الإسلامية، لا سيما نائب الترابي علي عثمان طه الذي أصبح موجه الحكم الجديد إبان شهور اعتقال الترابي 6. وجه الانقلابيون أنظارهم إلى الجيش لتطهيره من الضباط المناهضين لهم. وبينما دعوا إلى مؤتمر قومي للحوار لوضع تصور لإحلال السلام في الجنوب، بذلوا جهدا عسكريا كبيرا لمواجهة المتمردين وإعادة التماسك إلى خطوط الجيش السوداني. خلال العام التالي من حكم الإنقاذ، أظهر الإسلاميون ضباطا وقادة جبهويين أن نيتهم هي التمسك بالسلطة وإعادة بناء سياسي شامل للسودان. بدأنا من اللجان التي تحكم على مستوى القاعدة، فكل شيء لو تلاحظ في تلك الفترة سميناه شعبيا. اللجان التي كانت تحكم سميناها اللجان الشعبية. مثلا جئنا إلى موضوع الأمن، أنشأنا ما سميناه بمؤسسة الدفاع الشعبي. وأيضا مثلا إذا أخذت الشرطة أسسنا ما سميناه أيضا بالشرطة الشعبية. في مجال التعليم شجعنا التعليم الأهلي. في مجال الصحة حتى
كنا شجعنا ما سمي بالصيدليات الشعبية والدواء الشعبي. أفرج عن الترابي من المعتقل، وبدت الصبغة الإسلامية للحكم أكثر وضوحا. ولكن لا القوى السياسية السودانية الأخرى استسلمت لحكم الإسلاميين، ولا حكومة الإنقاذ نجحت في حسم الحرب في الجنوب. وبانفجار أزمة الكويت في صيف 1991 ازدادت الأمور تعقيدا. رفض السودان الانضمام إلى التكتل العربي المتحالف مع الولايات المتحدة ضد العراق. We are not here on some exercise. This is a real world situation. وقد وضعه هذا الموقف في عداء مع واشنطن وأغلب الدول العربية المؤثرة بما في ذلك مصر والسعودية. في مايو أيار 1991 شهدت الخرطوم لقاء عربيا إسلاميا شعبيا كبيرا دعا له الترابي، وضم عددا واسعا من القوى والشخصيات العربية والإسلامية المعارضة للسياسة الأمريكية. تولدت عن اللقاء منظمة دائمة سميت باسم المؤتمر الشعبي العربي الإسلامي، الذي اتخذ من الخرطوم مقرا وانتخب الترابي أمينا عاما له. السبب الأساسي المباشر لإقامة هذا المؤتمر هو الرد على غزو حرب الكويت وتنظيم جبهة الرفض، فكان هناك يعني هدف أيديولوجي قديم وهدف سياسي حديث اللي تجميع جبهة الرفض ضد الولايات المتحدة. وبالطبع كما هو متوقع واجهت هذه يعني الفكرة هجوم قوي من الولايات المتحدة التي رأتها موجهة ضدها وهو صحيح، وأيضا الدول العربية الأخرى التي رأت أن السودان الآن يتحول إلى بؤرة للقوى المتمردة على الوضع الإقليمي والدولي. جاءت الاعتداءات الأمريكية وسياسة الديمقراطيين كانت واضحة جدا أنها تريد لهذا النظام أن يذهب سواء حربا أو سلما. حاول الإنقاذيون مواجهة عزلتهم المتزايدة بعدد من الطرق. ففي 1992 عقدت حكومة الإنقاذ اتفاقا مع عدد من القيادات الجنوبية المنشقة عن جون غارنغ، أقرت فيها الخرطوم للمرة الأولى بحق الجنوب في تقرير المصير. وفي 1994 سلم الإرهابي الدولي اليساري كارلوس لفرنسا لمحاكمته على جرائم ارتكبها في الأراضي الفرنسية. وفي 1996 طلب من المعارض السعودي الأبرز أسامة بن لادن مغادرة السودان، بل وعرض على السعوديين تسليمه لهم، ولكن أيا من تلك الخطوات لم تثبت جدوى في تحسين الموقف الإقليمي أو الداخلي للحكم. أول خلاف داخل نظام الإنقاذ كان في 1993 عندما طلب الشيخ الترابي أن يحل مجلس قيادة الثورة، وكان غالب قادة الإنقاذ من السياسيين المدنيين والعسكريين يعتقدون أن الشعب قد رحب بهذا الانقلاب وأنه زهد في الأحزاب زهدا تاما ولا يريد أن يرى هذا المجلس العسكري محلولا أو منحلا، ولكن يريد أن يرى القيادة العسكرية التي جاءت بالإنقاذ مستمرة. لكن الترابي كان يعتقد أن هنالك خطة موضوعة استراتيجية ينبغي أن ينتقل بها النظام من مرحلة إلى مرحلة، وإحدى هذه المراحل الأساسية هو أن يزول شكل النظام الانقلابي الذي جاء بمجلس عسكري نحو نظام جمهوري يمهد للتحول الديمقراطي. كان هذا أول خلاف. هذا أمر طبيعي في أي نظام يعني يكون ديكتاتوري يعني أو نظام شمولي، خلينا نقول بصورة في أي نظام شمولي كما حدث يعني مثلا في التجربة الشيوعية الستالينية أو التجربة البعثية في العراق، أنه بمجرد ما يتحول الحزب إلى دولة فإن الدولة تبتلع الحزب، وأن أجهزة المخابرات هي تصبح في حقيقة الأمر الجهة الحاكمة، لأن موضوع الحفاظ حينما يصبح يعني قيام أو وجود الحزب الآن مرتبط بدولة معينة ونظام معين، الدفاع عن هذا النظام
يصبح أيضا حتى بالنسبة للحزبيين هو المهمة الأساسية، وهذه المهمة لابد أن تقوم بها الجهات العسكرية والأمنية في الدولة الاستبدادية. الشيخ الترابي كان يعتقد أن قضية الحريات هي قضية مبدئية، ولو اضطر إلى أن يستقيل من قيادة الحركة. هذا الأمر هو الذي طرحه على مجلس شورى الحركة الإسلامية في 1998 الذي كان يناقش مسودة الدستور 98، والذي كانت فيه بعض أصوات تدعو لأن ينص الدستور على حزب واحد. فكان تحدي الشيخ الترابي أنه إذا قام حزب واحد في ظل هذا الدستور فأنه سيترك قيادة الحركة. برز علي عثمان طه تلميذ الترابي كطرف رئيس في مخطط التخلص من أستاذه. ففي خريف 1999 صاغ 10 من القيادات الإسلامية مذكرة تدعو إلى تسليم قيادة الحركة الإسلامية للرئيس البشير وتحجيم دور الترابي. لم يكن علي عثمان طه بين الموقعين على المذكرة، ولكن أحدا لم يشك في أنه كان وراءها. تمت محاولة لمعالجة المسألة بأن يعطي الترابي مهمة المجلس الوطني، يعني قيادة المجلس الوطني أو اللي هو البرلمان، مقابل أن يقلل من تدخله في الأمور التنفيذية. هذه الصفقة استمرت إلى وقت ما لكنها لم تنجح. تمت محاولة أخرى لعلاج الأمر بأنه أيضا إبعاد الترابي من المجلس الوطني وأن يكون مسؤول فقط عن الحزب الحاكم اللي هو المؤتمر الوطني. الترابي في الأول وافق على هذه الفكرة، ولكنه شعر بعد ذلك بوجود مؤامرة، خاصة أنه لاحظ أن هناك محاولات لتقليل صلاحيات أمين عام المؤتمر الوطني، فتمسك بموقعه في البرلمان وموقعه في المؤتمر الوطني معا، وفشلت المحاولة لمعالجة الأزمة. تصاعدت بعد ذلك القصة لأن الترابي حاول أن يستخدم المجلس الوطني والمؤتمر الوطني للضغط على الحكومة، وأصبحت هناك ما يشبه الحرب الأهلية بين أجهزة الحكومة، وأدى هذا إلى أحداث الرابع من ديسمبر 1999 اللي هي أدت إلى حل البرلمان، وبعد ذلك جاء خاتمة المطاف في مايو 2000 حينما أيضا أقيل الترابي من المؤتمر الوطني. إذا قرأت بمنظورات السياسية المجردة لم تكن نهاية، بل رأى فيها البعض بداية تجديد لحياة الإنقاذ أو لحياة النظام في ذلك الوقت، لأن حدثت انفراجة سياسية في علاقات النظام الداخلية وفي علاقات النظام الإقليمية وحتى على المستوى الأبعد. صارت هنالك أيضا اتصالات، ورغم أنها لم تتقدم أكثر من مجرد الاتصالات إلى يومنا هذا، ولكن صارت هنالك اتصالات وحوارات حتى مع الأنظمة الأبعد التي كانت تناصب نظام العداء ما قبل الانفصال أو الشقاق الذي وقع داخل جسم الحركة الإسلامية، وأبعد بموجبه الدكتور الترابي وغيره من سلطة الحكم. في 19 من فبراير شباط 2001 وقع محبوب عبد السلام أحد مساعدي الترابي في جنيف تفاهما أوليا مع وفد من الحركة الشعبية لتحرير السودان التي يقودها جون غارانغ، ضم ياسر عرمان وساغان أموم. بعد 3 أيام فقط من توقيع التفاهم ألقي القبض على الترابي وكل أعضاء الهيئة القيادية لحزب المؤتمر الشعبي الموجودين في السودان آنذاك. قيام المؤتمر الشعبي في يونيو 2000 كان فيه تحول كذلك في فكرة الحركة، أن الحركة ظلت منذ عام 1981 في خصومة مع الساحة السياسية التقليدية والحديثة، وأننا في عهد الآن بسط تصالح وحوار وتفاهم مع كل الساحة السياسية السودانية، وهذا حمله البرنامج العام للمؤتمر الشعبي. آخر صفحة فيه دعت إلى اتصالات مع كل القوى السياسية لا سيما الحركة الشعبية من أجل السلام في السودان،
وعندما جئنا إلى جنيف والتقينا بوفد الحركة الشعبية كان أول سؤال طرح هو لماذا اختلفتم مع البشير؟ وقلنا أننا اختلفنا حول قضايا الحريات العامة وحول قضايا اللامركزية وحول قضايا الجنوب، وهم قالوا أننا سرنا كذلك مسيرة حزب واحد بعقيدة إفريقية ماركسية، وتوصلنا إلى أن هذا الجانب الأحادي الفكر لا يمكن أن يحكم السودان، لابد أن تبسط ساحة السودان للجميع، وتوافقنا تقريبا على هذا الشيء، وأنه لابد أن تدفع كل الأمور في السودان نحو تحول ديمقراطي. هذا تقريبا كان أساس المذكرة، وكانت خطتها أن يلتقي الدكتور الترابي بالدكتور جون غارنغ في الشهر الخامس من العام التالي، يعني بعد حوالي 5 أشهر أو 4 أشهر من توقيع المذكرة كانت هذه الخطة. وكانت الخطة كذلك أن يحمل النظام السوداني وتحمل الساحة السياسية السودانية كلها نحو سلام، ولكن حكومة كانت تبحث عن ذريعة تعتقل بها الشيخ الترابي. استطاع الناس أن يهضموا الانفصال الذي تم والانشقاق الذي تم، ولكن ما كانوا يتوقع أن تصل القطيعة إلى مستوى أن يعتقل شيخ الحركة الإسلامية بأيدي أبناء الحركة الإسلامية، فهذا ما لم يتوقعه كثيرون. ولكن الذين قرأوا الأحداث من داخل وتطوراتها في داخل البلاد، فالسياقات كانت تسهب بالناس إلى هذا الاعتقال، أن النظام لن يستطيع أن يحتمل الدكتور الترابي أطول مما احتمله. أعتقد أن نظام الإنقاذ انتهى في 12/12/99 بإعلان حالة الطوارئ وحل المجلس الوطني، هذه هي النهاية الحاسمة لما يعرف بتحالف الإسلاميين والعسكر في تجربة الإنقاذ. في يوليو تموز 2002 وقع وفدان حكومة والحركة الشعبية برعاية أمريكية بروتوكول مشاكوس. وضع البروتوكول إطار ومرجعية التفاوض للتوصل إلى اتفاقية سلام شامل في الجنوب. وقد سارت المفاوضات طوال 2.5 قادمين بإشراف أمريكي ومشاركة مباشرة من علي عثمان طه بصفته نائبا للرئيس وجون غارنغ. لم يتبع قادة حكومة الإنقاذ خطوات الترابي فيما يتعلق بغارنغ وحسب، بل قاموا بالأمر نفسه في تعاملهم مع قوى المعارضة الشمالية كذلك. وخلال أشهر قليلة من توقيع بروتوكول مشاكوس توصلت الخرطوم إلى اتفاقات لعودة الصادق المهدي ومحمد عثمان المرغني إلى البلاد. في أكتوبر تشرين الثاني 2003 أطلق سراح الترابي بعد أن اطمأنت حكومة الإنقاذ إلى علاقاتها الدولية والإقليمية وإلى تحكمها في العملية السياسية الداخلية. ولكن في حين كانت المجموعة الإسلامية الحاكمة آمنة نسبيا في الخرطوم، كانت أحوال السودان تزداد تدهورا، فقد وجد سكان ولاية دارفور في اتفاق الخرطوم مع الجنوبيين أن حقوق المجموعات السكانية في السودان لا تتحقق إلا بالقوة. يعني طبعا انفجرت العملية دي وفي وقت الخصام كان على أشده، والانشقاق حدث ما بين المؤتمر الوطني والمؤتمر الشعبي، وعناصر من أبناء دارفور كانت انحازت للمؤتمر الشعبي. هذه العناصر هي التي أسست حركة العدل والمساواة بقودها الدكتور خليل إبراهيم. الدكتور خليل نفسه كان من قيادات الحركة الإسلامية الموجودة، وبالتالي عضوية هذه العناصر في المؤتمر الشعبي وانتقالهم إلى حركة العدل والمساواة، هذه هي التي ربطت ما بين ما يجري في دارفور والمؤتمر الشعبي. وكثير من التقارير والمعلومات تؤكد أن هناك رابط وثيق بين التنظيمين. هو طبعا دارفور فيها مشكلة، لكنها مشكلة كامنة، اللي هي مشكلة التطور غير المتكافي بين المركز والهامش. الترابي عنده نفوذ في دارفور، والترابي الحركة الإسلاموية في السودان عندها عددية تكاد تكون الأغلبية من غرب السودان، وأتوا إلى الحركة باعتبارهم من مناطق مهمشة ومن مناطق مضطهدة وكذا. لذلك أنا بعتقد لو عملت ناحية إحصائية بتلقى عدد كبير جدا من المؤتمر الشعبي هو من أبناء غرب السودان وبالذات من أبناء دارفور.
أخيرا وفي يناير كانون الثاني 2005 وقع اتفاق السلام الشامل بين حكومة الخرطوم والحركة الشعبية لتحرير السودان. في الأول من يوليو تموز أفرج عن التراب من جديد، وفي التاسع من الشهر نفسه عاد الدكتور جون غارانغ إلى الخرطوم ليؤدي القسم نائبا أولا للرئيس. وقد أكد مساعد الترابي أن الإفراج عنه لم يأتي بمنحة من الرئيس البشير، بل بضغط من غارانغ. أيا ما كان الأمر، فقد دخل السودان حقبة جديدة من تاريخه، ولكن السودان الجديد لم يكن بالتأكيد هو ذلك الذي وعد الإسلاميون الشعب به صبيحة انقلابهم واستيلائهم على الحكم. أعتقد أنها مشكلة أكبر بكثير جدا من الإسلاميين. هي مشكلة تتعلق بالسودان كبلد، كقطر، كدولة حديثة، وكذلك تتعلق بالفكرة، الفكرة الإسلامية التي لم تعتني أي عناية بفكرة الدولة أو تلقي أي نظر حقيقي يعرف ما هي الدولة في مستوى السودان أو في أي مستوى آخر. لأنه لو كانت عنيت أو عنيت بفكرة الدولة في أي مكان آخر لسهل على الناس نقل التجربة أو نقل الفكرة. ولكن كل الأفكار التي كانت تتصارع في السودان في بوضعه الخاص الذي لم تتهيأ فيه الدولة كدولة حديثة مترابطة الأطراف معروفة الأصول متجزرة فيها المؤسسات المختلفة التي تعرف الدولة بشكلها الحديث، كل هذه الأشياء اجتمعت مع بعض. التجربة كانت يعني كان يمكن أن تكون تجربة مهمة في تاريخ الحركات الإسلامية، لأن هذه أول مرة حقيقة أن حركة إسلامية حديثة تأتي للسلطة. لأنه ما حدث في إيران مثلا هو أن العلماء التقليديين هم الذين جاءوا للسلطة، لكن أول مرة هذه في العالم العربي والإسلامي تأتي حركة إسلامية حديثة للسلطة ويكون لها فرصة لأنها تثبت عمليا أن هناك برنامج إسلامي قابل للتطبيق. أعتقد أن الجبهة الإسلامية أحرجت الحركات الإسلامية خارج المنطقة كلها، لأنه كان ممكن أن يحكموا حكما ديمقراطيا، أن يحلوا مشاكل السودان، أن يقدموا نموذجا أو على الأقل يقدموا ما سموهم أنفسهم بالمشروع الحضاري. لكن كان واضح أنه ما عندهم برنامج، لجوا للتجربة والخطأ، القضايا الأساسية يتعاملوا معها دون وجود خطة محددة تستطيع من خلالها أن تحل المشاكل. فأنا أعتقد أنه مثلوا فشل لأنفسهم، ولإمكانات الحركات الإسلامية تعني أن تدعي أنها تستطيع أن تقيم دولة ديمقراطية وحديثة وعصرية. المدهش في هذا السياق السوداني بالغ الاضطراب أن الترابي خرج من سجنه للمرة الخامسة أو السادسة أكثر تصميماً على مواصلة العمل السياسي مما كان عليه في أي وقت آخر. في فهمه للإسلام ونهج تعامله مع القرآن والسنة لا يختلف الترابي عن التيار العام للإصلاحية السلفية الحديثة، ولكن ما يميزه هو الإيمان العميق بدور العقل ومسؤولية الإنسان عن مصيره، الإيمان الذي يقترب كثيرا من التصور المعتزلي. الدكتور الترابي مؤسس لحركة إسلامية في السودان استطاعت أن تخلق كل هذا الحراك السياسي والاجتماعي على مدى 50 عاما الماضية. أسس لحركة أساسية في السودان، قدم نموذجا مختلفا لعلاقة الإسلام بالمرأة في مجتمع تقليدي، مجتمع تحكمه كثير من تقاليد المجتمعات العربية والأفريقية الأخرى. بممارساته وبأفكاره فتح آفاق لوضع كثير من المسلمات التي كان الإسلاميون يضعونها موضع يعني يبعدونها عن التساؤل ويسلمون بها، مثل يعني إمكانية وصول الإسلاميين للسلطة، مثل يعني الفكر الإسلامي التقليدي والنظر له عموما. يعني خلق
أيضا هو يمكن يقول أنه استوعب عمليا الإمبولس أو خلينا نقول الشيء الرئيسي في مساهمة الأفغان. يعني الأفغاني كان يريد بالنسبة للأمة الإسلامية أو للناشطين الإسلاميين أو للناشطين قيادات الأمة أن يأخذوا زمام المبادرة ويتحركوا ولا يلتزموا بالقواعد ويكونوا يعني مهتمين بالنتائج. فهو حول هذه التوجه إلى شيء عملي، أنه أصبح يستطيع أن يقفز فوق الحواجز، يستطيع أن يغير المسلمات، يضع أشياء كثيرة، موضوع التساؤل له توجه براغماتي. هذا أثر في حركات في الفكر الإسلامي عموما وفي الفكر العربي. أنا بالنسبة إلي الدكتور الترابي شخصية وطنية ساهمت في العمل الوطني ما في شك، مفكر ساهم في العمل الفكري، شخص ذكي مبادر لا يحب الجمود. نختلف معه في أنه عندما حدث الخلاف أراد أن يهد كل ما بناه ويبدأ من جديد. هذه حقبة كاملة انتهت، يعني وضمنها الترابي بما فيها رفاقه التانين البدو معه. يعني هذه حقبة يا هالأربعين سنة اللي انت قلت عنها دي انتهت، ومفروض كلهم ينزلوا من المسرح في السياسة. لكن تعرف السياسيين لا يتقاعدوا بأنفسهم، يعني يتقاعدوا بالموت أو بوسائل أخرى. يعني الآن فقط كذلك مما نفعني كذلك أنه عدت أقرأ تاريخ الأمة المسلمة، ووجدت لا الأمة المسلمة وحدها والتاريخ كل الأمم، ووجدت أن أهل الحرب والجند جند والعسكرية دائما هي تقوم على الأمر وعلى القوة بالطبع، لأنها تتعامل مع الآخر بالقوة بالضرب. فلذلك كنا ظننا أن الثورة يمكن أن تعيد، لأن الثورات هي التي أعادت الديمقراطية إلى أوروبا، ولكن نسينا أن الثورات عقبتها عهود من الإرهاب ومن الطغيان، وبعدها عهود متطاولة حتى تنزلت القيم، قيم الثورة إلى الواقع، أصبحت جمهوريات ديمقراطية في الواقع. فلو استقبلنا من أمرنا ما استدبرنا قطعا لن نلجأ إلى العسكر. في 74 من عمره لم يفقد الشيخ الدكتور شيئا من حماسه أو إيمانه بطاقة الفعل الإنساني. ثم اعتذار ضمني في أحاديثه الأخيرة عن تورطه في تجربة الإنقاذ، ولكن المستقبل وحده سيخبر إن كان السودانيون سيغفرون له. أما السودان نفسه فما زال أمامه طريق طويل قبل أن يخرج من عنق الزجاجة.